سعى اللي كسر الجمود الثقافي المخيم على محافظة شبوة خاصة والوطن عامة كواحدة من أثار الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية وبهدف تعزيز الوعي المعرفي والثقافي والتشجيع على القراءة في المحافظة افتتح بقاعة المركز الثقافي في مدينة عتق المعرض الأول للكتاب. نحن في هذا اليوم بدأنا خطوة صحيحة إلى طريق التقدم الرقي. ها هي محافظة شوة تثبت للدنيا بأكملها إن محافظة شوة قد اتجهت اتجاه الصحيح لتهذيب وبناء الإنسان. معرض شبوة للكتاب الذي نظمه مكتب الثقافة بالمحافظة ويستمر 3 أيام يعد انطلاقة فريدة في هذه المحافظة التي يتطلع أبناؤها إلى التخلص من الظواهر السلبية من خلال تعزيز الوعي والتوسع المعرفي في جميع الجوانب المعرفية. المنظمون لهذا المعرض الذي احتوى على 600 كتاب يحمل 250 عنواناً في مجال الفلسفة والتاريخ والدين والدراسات اليمنية والشعر والنصوص وقصص الأطفال والتنمية البشرية والآداب والروايات، أرادوا من خلال معرضهم إيصال رسالة مفادها أهمية القراءة وإعادة الاعتبار للكتب، والتي أثبتت الأيام أن لا غنى لمنصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عنها. تعطش أبناء محافظة شبوة للعلم والمعرفة عبر الاطلاع والقراءة تجسد في مستوى الإقبال المتزايد على هذا المعرض في يومه الأول الذي احتوى على جناحين، إحداهما للذكور وآخر للإناث، فالمرأة الشبوانية كانت حاضرة في هذه التظاهرة الثقافية وبقوة. أكانت مشاركة أم زائرة؟ عبر عن إعجابي الشديد عما احتواه هذا المعرض من قيمة ثقافية جدا ومعرفية، نتمنى أن يستفيد جميع الزوار من هذا المعرض. للقراءة مكانة وأهمية، فهي تعتبر مفتاح المعرفة ونافذة على الثقافات والتيارات الفكرية المختلفة، ولهذا يقاس تقدم وتطور المجتمعات بمدى إقبال أفرادها على القراءة والمطالعة من باب أن نمو العقل مرتبط بالمطالعة والتفكير.